تفضل يا حسن من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا الشيخ الله يرضى عليك. طيب يا حسن بس ابعد شوي عن التلفزيون واكسر اسمعنا من الهاتف. اسمع يلا. يلا. حياك الله. تفضل تفضل يا حسن. أنا عندي بنت عمرها 34 سنة معاقة من ولادتها. وحالتها سيئة جدا يعني على السرير مطروحة على الأرض على السرير. نوضيها وتصلي الظهر والعصر مع بعض والعشاء والمغرب مع بعض وتتجه للقبلة برأسها فقط لأنها ما تقدر تتحرك لا يمين ولا شمال. هذا السؤال الأول. طيب يجاوب الشيخ لحظة. نعم إذا كانت معذورة ما تستطيع أنها تذهب وتتوضأ من محل الوضوء فتتيمم في مكانها بالتراب والحمد لله وتجمع بين الصلاتين إذا احتاجت إلى الجمع لأنها معذورة ومحتاجة إلى هذا. وأما استقبال القبلة فإذا كانت تستطيع أن تكون على جنبها الأيمن تستقبل القبلة فهذا هو الواجب. إذا لم تستطع تصلي مستلقية ورجلاها إلى القبلة تكون رجلاها إلى القبلة ومستلقية. نعم الحمد لله.